أخواتي مشاهدي مستمعي قناة ألوانكم، نحن الآن بإحدى الوقفات وهي الوقفة الثانية التي تقوم بها إحدى النقابات أمام ما يسمى مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التربية الوطنية. هذه المؤسسة والتي حسب هذه يعني ما يقترحون تعرف مجموعة من اختلالات هم يريدون عن طريق هذه الوقفات أن يقوموا بوقفها و بإعادة تجديد مكتب يقولون عنه بأنه مر في ظروف غير قانونية بعيدا عن ما بقانونهم الأساسي. وزارة التعليم بمكناس الأبعاد ديال هذه الوقفة، الأبعاد ديالها هي التغيير. حنا هنا باش يتغير، باش يكون مكتب اللي هو مسؤول وجاد من باطق من جمع عام اللي يكون معقول. جمع عام غير قانوني ولا غير قانوني؟ ما كانش أصلا جمع عام باش غنقولوا واش قانوني ولا ما قانونيش. ما كاينش شي جمع عام بمعنى هذا المكتب هذا الجمع العام غير شرعي، ما عندوش حتى اللي عطاه الوصل بان الناس تيساندوا الفساد والظلام. هذا المكتب هذا ندار بدون استدعاء منخرطات ومنخرطي الاعمال الاجتماعيه، وبالتالي اصلا ما كان جمع عام باش غيكون مكتب. اذا حنا المطالبه بجمع عام مسؤول باش ينبثق عنه مسؤول ليسير الاعمال الاجتماعيه بمكناس. شكرا. اول سؤال غنبغي نسول لكم، هذا المكتب هذا الجديد واش كتشوفوه بان شرعي ولا غير شرعي؟ خصوصا ان من بعد المعطيات اللي سمعناها الان هو ان راه كاين هناك واحد الخرق للقانون الاساسي ديالو، خصوصا ان ما تقدمش فيه التقرير الادبي والمالي اللي كتمكن الفا به واحد الوقت اللي سميتها كلمه مشيت. بالنسبه لكم انتم، بالنسبه لنا نحن نطالب بتجديد المكتب ككل ونضرب في هذه التقارير، لان رجال التعليم وجميع النقابات والمنخرطين لم يتمكنوا من الحضور ولم يتمكنوا بإدلاء ارائهم. بمعنى كان هناك واحد النوع ديال التدليس وما شابه ذلك. المهم مطالبنا كرجال تعليم رجال ونساء أننا نطالب بإعادة الانتخابات وبإعادة وبشفافية ووضوح وانخراط جميع الفاعلين التربويين وجميع النقابات في هذه العملية. نعم، كان نأكد لما قالت الأخت بأن هذا المكتب هذا فهو مكتب غير شرعي، والجمع العام اللي ندار فهو جمع عام غير شرعي لأن ما تخبر به حتى شي واحد، ودار في ظروف حنا ما عارفينهاش نهائيا. كنطالبوا بإعادة فتح باب الانخراطات، لحقاش سدوا علينا باب الانخراطات باش ما ندخلوش ما نعرف الأسباب لغاية يعلمون. نعم، تنطالبوا بإعادة فتح باب الانخراطات لأننا حنا غيورين على هذا القطاع وعلى هذه المؤسسة بالخصوص المجمدة مجمدات الانخراطات، الخدمات ديالها في تدور، هذه سنوات الأخيرة كاملة في تدور، وعمري ما شي مؤسسه كتوارث من جيل لجيل بلا هي راه خصها تفتح باب الانخراطات، وحنا مستعدين ندخلوا لهاد الانخراطات ونشتغلوا في هاد المؤسسه بكل ما اوتينا من قوه. شكرا بزاف، بارك الله. السي بدر الدين المعزوزي، الاطار مفتش للمصالح الماديه والماليه وعضو المكتب بالجامعه الحره للتعليم. السؤال اللي غادي نحطو عليك الان هو كنسمعوا بان كاين هناك اختلالات في الماليه ديال هاد المؤسسه هذه، خصوصا ان من بعد ما دار المجلس الجديد كان هناك اقصاء لاحدى يعني الاشخاص اللي هي امينه المال واللي كان خاصها تقدم التقرير الادبي والمالي عاد باش يدوز داكشي في اطار القانون. فعلا هاد المسائل اللي صرحت بها هي كلها صحيحه، بالنظر لاننا تم تهميش ديال جميع الفرقاء اللي كانوا خصهم فروض ان الا كان خاص ننتظروا كان خاصنا ننتظروا مكتب جديد اللي نعرفوا المحاور ديالو ويقدم التقرير الادبي والمالي ديالو، في حين حنا كنتفاجئوا بان هذا المكتب المسير ديال الاعمال الاجتماعيه الحالي قصى واحد السيده اللي كانت خدامه معاه، وبالتالي ما بغاش يعطي تصريح شامل على الوضعيه الماليه ديال الاعمال الاجتماعيه، وبالتالي تم تهميش جميع الاطر اللي كاينين فيه. اكيد. يعني بالنسبه لكم الان هذا المكتب هل هو شرعي ام يفتقد للشرعيه؟ هذا المكتب الحالي لان انتهت المده الصلاحيه ديالو ولا يعتمد على اي سند قانوني، وبالتالي حنا هذه الوقفه اللي كتشوف فيها كانت مسبقه بوقفه اللي قامت بها السي دي تي اكيد، وبالتالي حنا كندوا بهذا الاحتكار اللي دايروا المكتب المسير لمؤسسه الاعمال الاجتماعيه بمدينه مكناس، وبالتالي تنطالبوا باعطاء الصوره الحقيقيه والوضعيه الماليه الحقيقيه للاعمال الاجتماعيه وفتح المجال للانتخابات جديده ومكتب مسير جديد. اكيد. الاخت كريمه بصفتك
كنت يعني أمينة مال ديال هذا المكتب هذا اللي بسبب مديرة هذه الوقفة هذه، بغينا نعرفوا واش تم الطلب ديالك في إعادة يعني ديال هذا المكتب باش تعطي التقرير المالي. تحية للأخ رشيد والأخت حنان اللي دائما كيواكبوا هذا الشيء ودائما تفتحوا ما يمكن فتحوه في مدينة مكناس اللي كيكون غير ساوي. أنا أمينة مال المؤسسة منذ 4 سنوات وهذا العام الخامس. بطبيعة الحال نظرا لأنني عييت تساومت عدة مرات باش نسكت وباش يتم الفبركة عاوتاني ديال المكتب كسابقي عهدي منذ 20 سنة، ملي رفضت وصدحت بهذا الشيء في المؤتمر الوطني بمراكش تم لغت ليه تم تجميد العضوية ديالي. كانت فاجأة عاوتاني بتجديد المكتب بدون إعلام السيد المدير الإقليمي، بدون دعوة المنتدبين المؤسسات التعليمية اللي طبق القانون الأساسي للمؤسسة، والأكثر والأدهى من هذا بدون تقديم تقرير مالي. يعني تقرير المالي ما تقدمش؟ ما كان لا تقرير مالي لا تقرير أدبي. أنا أتعجب كيفاش تعطى لهم هذا الوصل المؤقت. السلطات المحلية ما كانش حاضرة باش أنها تعرف بأن راه الله أعلم لحد الساعة حتى واحد ما بغى يعطينا جواب لهذا الشيء. هذا يعني المطالب ديالكم بهذه الوقفة هذه يعني بغينا نعرفوها. هذه المطالب ديال هذه الوقفة، أولا دمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية والطعن في المكتب اللي الذي يقولون أنهم جددوه خارج جميع الضوابط وخارج جميع القوانين. بالتالي احنا كنطلبوا لدمقرطة المؤسسة استدعاء جميع المنتدبين، التقرير المالي والأدبي في جمع عام أمام جميع رجال ونساء التعليم. كاين شي قضيه في هذا الامر؟ حيت عرفنا بانك انت درتي واحد المتابعه في اطار القانون باش انك تعرفي بهذا. بغينا نعرف واحد شويه على هذا الشيء. لحد الساعه كاينين 4 القضايا مرفوعه امام القضاء، وانا عندي الثقه الكبيره في القضاء انه غياخذ لي حقي. قضايا خاصه وقضايا كتم الاعمال الاجتماعيه، لا من ناحيه طعن في التجميد اللي داروا ليا، لا من ناحيه دعوه كنرفعها عليا الكاتب ديال الابتزاز والاختلاس، لا من ناحيه دعوه اخرى دايرها. كاين امور كثيره. امور كثيره، 4 دعوى في القضاء، وانا عندي امل كبير في القضاء انه ياخذ لي حقي. يا أستاذ يا أستاذ.